فمن الاشياء اللي داخلين جداد اليوم في كيك هما هاد الطباصل. لاحظت اليوم جابوا بزاف نتاع الاواني، كاينين هادو، شوفوا على الشكل ديالو، الثمن ديالو 2.99 أورو، جاب هاد الشكل وبنفس اللون والطريقة. كاين هاد الزلايب الثمن ديالهم 1.99 أورو، هاد الزلايف اللي هما كبارين، كاين زلايف اللي هما صغارين، هادو الثمن ديالهم 1.99 أورو، رائعة. كاين فيهم جوج نتاع الالوان، كاين هاد اللون وكاين لون الغوص، خصوصا راه حنايا قرب ان شاء الله رمضان، هادو رائعين. وكيجي معاهم حتى طبيصلات، هادو الثمن ديالهم 1.99 أورو. غادي نوري لكم حنايا كيفاش غادي تجي ملي كتكون زلافه مع الطبسي. لاحظوا على الشكل ديالو، رائع. الواحد يغير شويه من الزلايف اللي هما تقليديين. وكاينين حتى هادو، هاد البصل اللي جا الشكل ديالو معوج، الثمن ديالو 2.99 أورو، ودخلوا منهم حتى هاد الطاسات. حتى هادو هما كبارين تاع القهوه، الثمن ديالو 1.99 أورو. ولاحظت هنايا دخلوا هاد الكؤوس اللي هما حتى هما نتاع كريستال، نفس الكؤوس اللي دخلوا اكسيون دخلوهم هادو وداروا فيهم حتى تخفيضات، كانوا بجوج 2.19 أورو، رجعوهم بأورو. هادو رائعين، هادو العصير ولا الماء. وكاينين حتى هاد الطاسات، هادو نتاع اتاي، فيه التيم تي موضوع نتاع الشاي، هذا الثمن ديالو بأورو. وكاين اختلافات حتى في الشكل، كاين هاد الشكل وكاين هاد الشكل. وجابوا حتى هادو الطبيصلات حتى هما نتاع كريستال، نفس الشكل اللي كانوا جابوا اكسيو، حتى هادو داروا فيهم تخفيضات، كانوا بجوج 2.99 أورو، رجعوهم بأورو. ودخلوا حتى هاد الطباصل في كيك على شكل سمك باللون الابيض، عجبني بزاف هذا. غادي نشوف معكم الثمن ديالو، 4.99 أورو، رائع. الشكل تاع السمك تحطوا فيهم السمك والحوت هادو. وكاينين حتى هادو، حتى هادو الشكل ديالهم تاع السمك، كاينين هادو اللي صغارين الثمن ديالهم بأورو، هادو تحطوا فيهم لاصوص. وكاين اللي هما كبارين حتى هادو، هادو الثمن ديالهم 1.99 أورو، رائع الشكل ديالهم. ودخلوا هاد الديكور اللي هو مكتوب فيهم تاع الخشب وراه هو تاع الحديد، واللي الثمن ديالو 3.99 أورو. ودخلوا هادو، هاد الكؤوس اللي هما تاع البديع وفيهم هاد الديزاين تاع القلب، الثمن ديالهم 79 سنت. كاين فيهم الالوان، كاين فيهم هاد اللون وهاد اللون، وكاين فيهم حتى اللون الابيض. وكاين حتى هادو، هاد المزهريات نتاع هذا راه هو تاع الدجاج، وهذا نتاع الحديده للثمن ديالو 3.99 أورو. ودخلوا حتى هادو، هاد الديكورات الشكل ديالهم دايرين بحال هذاك الشكل اللي كنت وريت لكم في الفيديو الاخر، هادو نتاع البديع، الشكل ديالهم رائع والثمن ديالو 2.99 أورو. ودخلوا حتى هاد الكؤوس، هادو اللي كنديروا فيهم لداخل الشميعات، عندهم هنايا الشكل نتاع السمكه لداخل، دخلوا فيهم الالوان، كاين هاد اللون وكاين هاد اللون الازرق وكاين حتى اللون الابيض كما كتلاحظوا، الثمن ديالو 1 أورو. ودخلوا حتى هاد الشميعات على شكل ماركاب، دخلوا فيهم جوج نتاع الالوان الابيض وكاين الازرق، والثمن ديالو بأورو. وكاينين هاد الشميعات، عجبني الديزاين ديالو، هاد الديزاين اللي هو معروف، الثمن ديالهم 2.99 أورو. وكاين فيه الالوان، كاين هاد اللون اللي هو في يديا، وكاين اللون الغوز.
وكاينين هادو اللي كيمشي فيهم البيض، خصوصا في الاحتفالات نتاع البيض، وتقدروا ديروا فيهم البيض العادي، علاش لا، البيض المسلوق كيمشي فيه 5، الثمن ديالو 2.99 سنت، الشكل ديالو رائع. ودخلوا حتى هاد الكراسي، هادو اللي هما تاع الخشب وعندهم رجلين تاع الحديد، راهما صغارين. هادو الثمن ديالهم 3.99 أورو. ودخلوا هادو، هاد الطبيصلات هما خفافين، الثمن ديالهم 2.99 أورو. الشكل ديالهم ودخلوا اليوم في كيك هادو اللي عجبوني بزاف، اللي دايرين بحال نفس الشكل اللي كيجيبو اكسيو. هادو راه هي المرايه كتعلق تاع الحديد، الشكل ديالها رائعه. اللي ما عندوش حدا اكسيو، ها البلاصه فين كيتعلق، راه هما كاينين في كيك، راه كاينين فيه جوج تاع الالوان، كاين هاد اللون وكاين هاد اللون اللي فيه الاسود والفضي. حتى هذا رائع الشكل ديالو كما كتلاحظوا، غادي نقرب لكم باش تشوفوا النقش ديالو عن القرب، وفيه المرايه لداخل، والثمن ديالو 7.99 أورو. ودخلوا حتى هاد الصينيه اللي هي كبيره، تقدروا ديروها فرديه وتقدروا ديروها هكا كيكون عندها رجيلات كتطوى، اللي كيعجبوا الفطور في السرير. والثمن ديالهم 7.99 أورو. ودخلوا هاد العلب اللي هما نتاع الخشب، عنده جوج نتاع اليدين، هاد الثمن ديالو 12.99 أورو. كاين عنده جوج نتاع اليدين، كاين هاد اليد هاد الجهه وفي الجهه الثانيه تاع في الحديد، عنده الغطاء ديالو كتحل، راه هو كبير بزاف في الداخل، وكاين الحجم كبير للثمن ديالو 15.99 أورو كما كتلاحظوا. ودخلوا اليوم هادو عجبوني بزاف، حيت اول مره كنشوفو في كيك. هادو اللي ملي كنغسلو المواعن، بلاصه فين كنخليوه باش ينشفو، كاين فيه الجهه نتاع الطباصل، وكاين حتى الجهه اللي كنحطو فيه الفرشيت او المواس، هنايا الكيسان. الشكل ديالو رائع وخفيف، اللي عجبني فيه حيت خفيف بزاف، هاد البلاصه اللي كنديرو فيه الفرشات كما كتلاحظوا في الصوره. الثمن ديالو 7.99 أورو. ويدخلوا هاد الوسادات اللي فيهم الموضوع نتاع البحر، كاين هاد اللون، كاين حتى هاد اللون وهاد الشكل، وكاين هذا اللي هو كيجي سامبل. لاحظت هنايا كاين حتى هذا باللون الازرق، هادو الثمن ديالهم 4.99 أورو. ودخلوا حتى هادو، هاد العلب اللي فيه حتى الغطاء، هادو زوينين تحطوا فيهم الملابس المتسخه نتاع الدراري وحتى الالعاب ديالهم. كاين فيهم هاد لوتين تاع الروس نتاع ديزني، غادي نشوف الاشكال اللي فيهم. هادو تاع البنيتات، كاين فيهم هادو، غادي نشوفو شكل شي واحد اخرى. هادو هما الاشكال اللي فيهم، والثمن ديالهم 4.99 أورو. دخلوا حتى هاد العلب، هادو راهم نتاع بلاستيك، كنديرو فيهم الاكل الدراري، الساندويتش للمدرسة وحتى الحضانة او الروض، كل واحد كيفاش كيسميه. عنده هنايا جوج نتاع البلايص، تقدروا تفتحوه منا ومنا، وكيتسد حيت بواحد اليد صعيب عليا نفتحو. ودخلوا فيهم حتى الالوان وحتى الاحجام، كاين هذا الغسل البنيتات، نسيت ما قلتش لكمش الثمن تاع هذا 3.99 أورو. وكاينين هادو الحجم الصغير، الثمن ديالو حتى هو 3.99 أورو. كاين هذا الشكل